ندرة الخبز يومي العيد ظاهرة تتكرر في كل مناسبة، رغم أوامر وزارة التجارة القاضية بضمان المناوبة وتوعد المتقاعسين من التجار. العمال تاع المخابز هذم يكونوا من بعيد ولا يوم العيد ما يخدموش. رانا خدامين سواء بعثت لنا الدولة ولا ما بعثتناش، رانا خدامين. وما نفرضوش على الخدام بالذراع باش يخدم، خاطر راهو من حقه العامل باش يريح. هل صار جيل اليوم من النساء يتقن تحضير الكسرة أو له من الصبر ما يمكنه من ذلك؟ العجن اليدوي مش عقوبة للمرأة، هو تحضير الخبز ولا الأكل بالنسبة للمرأة هو متعة. وانا نحير يعني نسامع المش بناتهم، تبان لي اي مرأة جزائرية انها تستمتع بالمطبخ، تورث عادات كما يقولوا جداتنا في تحضير الخبز. العجوز سعيدة لا يحلو لها اكل خبز لم تحضره بيديها، وهو ما تفعله يوم العيد. نطيبوا الكسرة لواحنا، نطيبوا الرخساس، نطيبوا الخميرة، نطيبوا جلس الواحد وكلش ما نشروش على برا. هذه هي عاداتنا وتقاليدنا هكا. نشتي بربوش يديا، نشتي عيش يديا، نشتي كسرة يديا، الخميرة، الرخساس. العجوز سعيدة تتحدث عن بون شاسع بين جيلها وجيل اليوم من النساء وتعلق قائلة: الجيل مكسر محصر، وشي ما فيه ما يحب ما يعجب قالش الواحد وش فيه، فيه كل شيء يحب يشري من برا، كاني رخصاص كاني كسرة كاني البرابش كاني كل شيء حوص يشري من برا. وتضيف متحدثة عن جيل الأمس: وكما جيل بكري كما جيل ذركة، بكري كانوا دقيق يطحنوه ويطيبوه، وكان يكسره كمثلي يا الحرشاية ويا الرقدة ويا ذوك، ما عاد يتفنوا ذوك الدقيق اللي ما يقولش زين يروح يطيشوا على برا يحطوه في الأرواد. مهما يكن فإن رأي سعيدة يخصها، وللمشاهدين الكرام طبعا آراؤهم، أما نحن فنقول للجميع عيدكم مبارك، كل عام وأنتم تتابعوننا.